حضارة الإنكا. تتميز تلك الحضارة بأنها إحدى أعظم الحضارات التي نشأت في قلب جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية، وقد تركت أثراً عميقاً في تاريخ وثقافة المنطقة، وتأسست في القرون الوسطى من الألفية الثانية عشر، واستمرت حتى القرن السادس عشر الميلادي، حيث ازدهرت في فترة تعتبر من أكثر الفترات تقدماً في تاريخ العالم القديم. إنها حضارة الإنكا، حيث يعتبر الإنكا أسياداً في فن الهندسة والبناء، فإنهم قد شيدوا مدناً مذهلة على ضفاف الجبال، وأنشأوا نظاماً متقدماً من الطرق والجسور يربط بين مناطق مختلفة من إمبراطوريتهم الواسعة. تابعوا معنا رحلة استكشاف تاريخ حضارة الإنكا، وسنسلط الضوء على الجوانب المثيرة للإعجاب في تاريخ هذه الحضارة الرائعة. لذا كونوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إمبراطورية الإنكا كانت إمبراطورية قديمة شيدها شعب الهنود الحمر في منطقة أمريكا الجنوبية، وكانت ذات حضارة قوية واستمرت في التطور لتشمل أراضي واسعة في بوليفيا والبيرو والإكوادور، بالإضافة إلى جزء من تشيلي والأرجنتين، حيث قاموا ببناء عاصمتهم كوسكو، وهي مدينة مترفة مليئة بالمعابد والقصور، حيث تقع كوسكو في جبال الأنديز على ارتفاع 11,000 قدم فوق سطح البحر، وأطلقوا عليها اسم مدينة الشمس المقدسة، وتبلغ مساحتها 990,000 كيلومتر مربع. ونشأت حضارة الإنكا على جبال الأنديز حوالي عام 1100 ميلادياً، واستمرت حتى الغزو الأسباني في عام 1532. ورغم أنها قد تبدو متخلفة في شكلها ونمط حياتها في عيون الناظرين، إلا أنها تركت بصمة عجيبة ومحيرة، كما إن الأساطير تحيط بهذه الحضارة، حيث يقال أنهم جاءوا من الفضاء الخارجي، مما يزيد من رونق إرثهم الرائع. وكانت العائلة هي وحدة القياس الرئيسية في التقسيمات الحكومية لإمبراطورية الإنكا، وكل مجموعة من 10 عائلات كانت تتبع قائداً مسؤولاً أمام الكابتن الذي كان يدير 50 عائلة، وكان لكل عائلة حصة معينة من محصول الأرض، كما كانوا يقومون بصنع ملابسهم وأحذيتهم وصهر الذهب والفضة بأنفسهم، وكان هناك تخصيص للرعاية الكافية للعجزة والمرضى والفقراء من قبل المجتمع. كما كان لدى شعب الإنكا خبرة في الزراعة، حيث أنتجوا محاصيلاً ممتازة، وقاموا ببناء سواقي لنقل المياه من المناطق الجبلية لسقاية حقولهم، واستخدموا جسوراً مصنوعة من أغصان الكرمة والصفصاف ومجدولة بالحبال لتسهيل عبورهم. كما كان لديهم مهارات فائقة في نسج القطن الناعم، وتم الكشف عن بقايا إحدى مقابر الإنكا، حيث عثر على حوالي 1200 رزمة في منطقة تبلغ مساحتها 5 هكتارات، وكانت كل رزمة تحتوي على جثة واحدة على الأقل، ووجدت الآلاف من الجثث تحت الأرض في تلك المنطقة. وتم الكشف عن 2200 رجل وامرأة وطفل من مختلف الطبقات الاجتماعية، وكانوا يحملون معهم بعض الطعام والملابس وأدوات المنزل لاستخدامها في حياتهم بعد الموت. وتعتبر أمريكا الجنوبية هي ثالث أكبر قارة من حيث المساحة، حيث تتنوع تضاريسها من قمم سلسلة جبال الأنديز البركانية على الساحل الغربي إلى السهول الخصبة في الوسط والشرق، ويشكل سفح الإنديز الغربي حاجزاً طبيعياً، فيمتد النهر من خلال المروج الخضراء ويصب في المحيط الأطلسي على الساحل الشرقي. وسكان أمريكا الجنوبية ينحدرون أصلاً من قارة آسيا، وتتميز أراضي أمريكا الجنوبية بخصوبتها الواسعة والنفرة،
حيث تمتد عبر معظم القارة، ووصل البرتغال إليها ثم تبعهم الإسبان في منتصف القرن السادس عشر، وأثناء عهد ازدهار الإمبراطوريات الأوروبية وسباقها نحو استكشاف العالم الجديد، فاستفادوا من التناغم بين الحضارة الأوروبية والحضارة المتقدمة في المنطقة، والتي امتدت من شمال الإكوادور إلى دولة تشيلي. وعلى الرغم من أن هذه الحضارة بدت للمراقبين متخلفة في شكلها ونمط حياتها، إلا أنها تركت بصمة محيرة وأساطير تروي أنها جاءت من الفضاء الخارجي، إضافة إلى الإرث الرائع والمعروف بحضارة شعوب الإنكا. كما أن كوسكو عاصمة الإنكا تحيط بها أربع مدن رئيسية بطرق دقيقة ومعبدة بإتقان، حيث يبلغ إجمالي طولها بين 10 و25 ألف كيلومتر، وتعد من عجائب هندسة شق الجبال في تلك الحقبة التاريخية. وتخصص بعض هذه الطرق للملك وأسرته، بينما تخصص البعض الآخر للاستخدام العام. وتتجه هذه الطرق إلى أربع ولايات رئيسية تمثلها شينتشاي سويو في كولومبيا الحالية، وكونتيو سويو في تشيلي، وكولازيو في بوليفيا، وأنتي سويو في الأرجنتين. وهذه المدن الرئيسية الأربع التي ما زالت موجودة توضح الحجم الشاسع لأراضي إمبراطورية الإنكا، كما أن المعرفة المتاحة حول التاريخ المبكر للإنكا محدودة للغاية. وكانوا في البداية قبيلة أو مجموعة من القبائل، وعاشوا في منطقة تعرف الآن بكوسكو. وبدأت توسيع سلطتهم في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث استمروا في توسيع نفوذهم على حساب مجموعات القبائل المجاورة. وعندما ننتقل إلى القرن الثالث عشر الميلادي، سنجد إمبراطورية الإنكا قد بدأت نحو عام 1438 ميلادياً، وذلك عندما نجح الحاكم التاسع للإنكا باتشاكوتي في صد هجوم قام به اتحاد تشانكا المجاور. وكان باتشاكوتي أول حاكم يجمع في شخصه صفة القائد العسكري والحاكم الإداري، حيث قام بفتح مناطق متعددة في جنوب كوسكو، وأعاد بناء المدينة لتصبح مركزاً رئيسياً للإمبراطورية ورمزاً لسلطة الإنكا، وأعاد تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية لتمكين إدارة الإمبراطورية بكفاءة. كما قاد باتشاكوتي وابنه توبا إنكا يوبانكوي توسيع إمبراطورية الإنكا نحو الشمال الغربي. وعندما أصبح توبا إنكا يوبانكوي الإمبراطور، قام بتوسيع نطاق الإمبراطورية جنوباً حتى بوليفيا، وشمال غربي الأرجنتين وتشيلي، وشمالاً حتى غربي الإكوادور. وبعد ذلك قام ابن توبا إنكا يوبانكوي هواينا كاباك بتوحيد المناطق المفتوحة، وشملت أعالي بلاد الإكوادور وأجزاء من كولومبيا الجنوبية. وتوفي هواينا كاباك في عام 1527، واندلعت الحرب الأهلية بين الجماعات المتنافسة من أتباع ولديه هواسكار وأتهوالبا. وكان هواسكار وارثاً للإمبراطورية، لكن أتهوالبا كان لديه جيش قوي في الإكوادور. وتسببت الحرب الأهلية في ضعف إمبراطورية الإنكا بشكل خطير، وفي النهاية هزم هواسكار على يد أخيه أتهوالبا في عام 1532. وبعد أن قبض جيش أتهوالبا على هواسكار في عام 1532، التقى المستكشف الإسباني فرانسيسكو بيزارو بأتهوالبا في كاجاماركا في بيرو. وكان بيزارو يرافقه حوالي 167 رجلا، قاموا بنصب كمين لجيش أتهوالبا وتمكنوا من هزيمته، حيث أسر بيزارو الإمبراطور أتهوالبا رغبة في الحصول على فدية، ودفع الإمبراطور فدية كانت تحتوي على غرفة مملوءة بالذهب وأخرى بالفضة. ومع ذلك قرر الإسبان إعدام أتهوالبا، وقبل ذلك تم أسر هواسكار وقتله بناءً على أمر أخيه أتهوالبا. وبعد إعدام أتهوالبا لم يعد للإنكا زعيم معترف به، مما جعل الإسبان يستولون بسهولة على إمبراطورية الإنكا. وتظل آثار وتراث الإنكا واضحة حتى اليوم،
في عدة جوانب من حياة المنطقة، والتي كانت جزءاً من إمبراطوريتهم. ورغم محاولات الإسبان في الفترة الاستعمارية للقضاء على عادات الإنكا، إلا أن بعض هذه العادات والتقاليد نجحت في البقاء والتأثير على الثقافة المحلية في المناطق التي عاش فيها الإنكا. ويظل لدى الهنود الذين يعيشون في مرتفعات بيرو وبعض البلدان الأخرى أسلوب حياة يعكس التقاليد والثقافة القديمة، وهذا يمتد عبر القرون، حيث أن لغة الكويتشوا ما زالت تستخدم بواسطة الهنود، والطقوس الروحية التقليدية لا تزال تمارس في علاج الأمراض، كما يظل نهج الزراعة في المرتفعات مشابهاً للأساليب الزراعية للإنكا، وثقافة الإنكا تظل ماثلة في اللباس، بما في ذلك العباءات وأنماط الملابس الأخرى، بالإضافة إلى النسيج الذي يصنعه الهنود الذين يعيشون في تلك المناطق. وفي يونيو لعام 2002 أعلنت الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية أن باحثين أمريكيين وبريطانيين اكتشفوا بقايا مدينة تسمى كوتاكوكا. كانت هذه المدينة مدفونة لخمسة قرون في غابات كثيفة بواد في جنوب شرق بيرو، ويشير الاكتشاف إلى أهمية هذه المدينة كمركز حضاري في فترة ما قبل الإنكا، وهو يسلط الضوء على التاريخ المبكر للمنطقة. كما أن إرث حضارة الإنكا يشير إلى وجود ثمانية ملوك أسطوريين، بدءاً من المؤسس مانكو كوبهاك وصولاً إلى ويراكوشا، ويمتد حكم الأسر الملكية لأربعة عشر جيلاً. وهؤلاء الحكام الأسطوريين يعتبرون جزءاً من تراث الإنكا وتاريخهم الغني. وعندما وصل الغزاة الأوروبيون إلى المنطقة في عهد الملك باشا كوتك في عام 1471 ميلادياً، دخلت الإنكا في صراع مستمر مع المستعمرين الأوروبيين، حيث استمر هذا الصراع لفترة طويلة، واستخدم الغزاة الأوروبيون القوة النارية والمكائد السياسية للتفوق على ملوك الإنكا. وفي سياق الغزو الإسباني، نجح الإسباني مارتن غراسيا في مصاهرة ملك الإنكا توباك أماريو، ثم أسره وتخلص منه. وفي عام 1572 استولى على مدينة كوسكو، وبدأ في نهب ثروات حضارة الإنكا، واستخدم الأسبان مدينة كوسكو كعاصمة لهم بعد السيطرة عليها، حيث تم استغلال الثروات الهائلة لحضارة الإنكا. واستمرت هذه الفترة من الاستعمار الإسباني حتى أنهم استخدموا كوسكو كمركز إداري وثقافي. ومع ذلك شهدت كوسكو نهاية مأساوية بسبب زلزال عنيف في عام 1650، والذي دمر المدينة بشكل شبه كامل. وهذا الزلزال ألحق أضراراً هائلة بالبنية التحتية والمعالم الثقافية، مما أسفر عن نهاية عصر الاستعمار الإسباني في المنطقة. وكلمة إنكا تعني الملك أو الابن الوحيد للشمس في لغة الإنكا. ومن الظواهر الفريدة أن الملك يتزوج أخته الشقيقة للحفاظ على الدم الملكي، وتسمى الملكة كويا، ويعتبر الاثنان من أحفاد إله الشمس وفقاً لعقائدهم. ويقال أن نسل إمبراطورية الإنكا كان يتألف من حوالي 400 طفل من هذا الهجين، فقد بنى الإنكا هرماً اجتماعياً حيث كان رأسه هو الحاكم المطلق، وبعده يأتي طبقة الأوريغونز وهم النبلاء، والذين يميزون أنفسهم بارتداء آذاناً كبيرة مزينة بالحلي الثقيلة. ثم يأتي بعدهم طبقة الرونا، وهي الطبقة الشائعة من الناس، ثم خدم المنزل أو اليانكوناز، وبعدهم العبيد أو الميتيمايز. وكان لدى ملوك تلك الحضارة مظاهر فريدة، حيث كان من يرغب الدخول إلى الملك يجب عليه أن يحمل ثقلاً كبيراً على ظهره، ويدخل زحفاً دون رفع عينيه عن الأرض أثناء الحديث مع الملك، والذي كان عادةً ما يكون محاطاً بعدد من زوجاته، وكان هذا لتجنب أي سحر قد يحمله الشعب العام ويصيب الملك. وكان ملك هذه الحضارة يحمل عصا ذهبية، ويرتدي ثياباً من أفضل أنواع الصوف، وعادةً ما لا يلامس الأرض برجليه، ويحمل الملك
صجاناً ذهبي ذو ثلاثة صقور، ويرتدي قناعاً ذهبياً يشبه شكل الشمس ويسمى ماسكي باشا، ويتدلى منه حبل ذهبي مجدول يسمى لولايتو، وكان يرتدي قبعة من ريش النعام وحلقين ذهبيين، ولديه غطاء من الجلد وصوف الفيكون النادر ومرصع بالأحجار الكريمة والتركواز، ويمتد من القدم حتى الخاصرة. وكان شعب الإنكية يمتلك الخبرة في غزل الصوف وحياكة الملابس لتحمية أنفسهم من البرد القارس في جبال الأنديز، ويزين الأغنياء منهم ثيابهم بالذهب والأحجار الكريمة والمتوفرة بكثرة في مملكتهم بسبب البراكين. وكانت هذه الثروات الطبيعية سبباً في اهتمام الغزاة الأوروبيين، بما في ذلك الأسبان والبرتغاليين في تاريخهم. ويعتبر تحنيط الموتى في حضارة الإنكا ممارسة معروفة، وهم قد بنوا هرماً مدرجاً يشبه الأهرامات المكسيكية الحالية لحفظ مومياوات ملوكهم ومقتنياتهم للاعتقاد في استخدامها في الحياة الآخرة. واللغة الرسمية لتلك الدولة تسمى بيرونا سيمي، وهي لغة لم تكتب حتى الآن، بل تم توارثها شفهياً، وهي لهجة من لغة كيشوا، حيث اعتمد الإنكا قانوناً حياتياً يعرف بأنك يتعين أن تعاقب إذا كنت لصاً أو كاذباً أو كسلاناً، وكان هذا القانون سارياً بشدة على العامة. وكانت هذه الحضارة معروفة بالهندسة المتقنة، والتي تجلى فيها نحاتون نادرون قلما تعرفهم الحضارات القديمة، ولم يقترح عليهم أن يستفيدوا من إرث أي حضارات أخرى في المنطقة، مما أثار الأساطير والخرافات حول كيفية نقل ونحت الصخور بتلك الدقة، حيث كان يعتقد أنهم استعانوا بسكان كواكب أخرى وقاموا ببناء معابد الشمس أو الواكاس وجسور معلقة أو الشاكا بين قمم الجبال الشاهقة باستخدام حبالاً منسوجة ومدعمة بالمعادن مع سقالات خشبية ضخمة، حيث يجر الشخص بواسطتها الحبل من قمة إلى قمة في عمل يشبه البكرات. وإن نظام الطرق والهندسة لحضارة الإنكا يعكس التقدم والتطور في التخطيط الحضري والاتصال، حيث إن استخدام الجسور المعلقة وتوسيع النظام الطرقي بفضل مهندسين مدربين يعكس قدرة الإنكا على تنظيم وبناء بنية تحتية متقدمة. أما عن نظام البريد المعروف بشاسكي، يعكس أيضاً استخدام تقنيات متقدمة لتوفير وسائل فعالة لنقل الرسائل بين مناطق الإمبراطورية، وتم استخدام الشباب لنقل الرسائل بسرعة كبيرة عبر المسافات الطويلة. ونجحوا أيضاً في ربط الصخور المنحوتة بدون مواد رابطة، حيث بنوا قرى عبارة عن بيوت طبقية من الصخور الضخمة على جبل يطل على واد صالح للزراعة. وكانت هذه المنازل تشمل غرف الضيافة والنوم ومخازن الطعام، وكانت مصممة بأنامل فنية ماهرة لتوفير التهوية والضوء بطرق مذهلة، مما أدهش علماء الآثار. واستخدام المنطقة البركانية لبناء المنازل يبرز ذكاء وتكنولوجيا الإنكا في الاستفادة من خصائص الطبيعة المحلية وتوظيفهم للصخور البركانية الكبيرة في بناء المنازل، مما يعكس الرغبة في تحقيق متانة ومقاومة للزلازل، وهو أمر حيوي في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً. ومن خلال تبني تقنيات بناء متقدمة واستخدام قطع صخرية ضخمة، أصبحت منازل الإنكا قدوة للمهندسين المعماريين الحديثين. ويظهر هذا النهج المتقن في البناء مدى تفوق حضارة الإنكا في فهم تحديات الطبيعة. إضافة إلى ذلك، كان لديهم القدرة على الاستفادة من الأراضي البركانية الخصبة في نظامهم الزراعي باستخدام طرق تخزين المياه المتقدمة والمشابهة للسدود، وكانوا قادرين على الاحتفاظ بالمياه بشكل فعال، مما يمكنهم من الري بكفاءة دون تجريف أو فقدان كبير للمياه. كما كانوا الإنكا يمارسون الوثنية بشكل كامل، حيث قاموا بتكريس المعابد لعبادة الحيوانات والطيور مثل الجاكوار وأسد الجبال والبومة،
وكانوا يعبدون المظاهر الطبيعية مثل الرعد والبرق، حيث أقيمت معابدهم وتزينت بالذهب والأحجار الكريمة. وكان لديهم كهنة يعينون كوسطاء بين العامة والكائنات التي يعبدونها، وعرفت عبادتهم بتقديم القرابين الغريبة مثل ذبح بنت يتيمة الآباء لاستحضار موسم المطر. وبعض علماء التاريخ أشاروا إلى تحول الإنكا إلى تقديس الشمس، حيث أطلقوا على وثنيتهم اسم آنتي أو ابن الشمس، حيث قاموا ببناء الأهرامات المدرجة لتصل إلى أشعة الشمس رمزاً لتقدمهم بعد توحيدهم وتوسيع إمبراطوريتهم. ولدى الإنكا واد يعتبر مقدساً ويسمى بوادي ماشو بيشو، ويقطعون وادي نهر أوروبامبا المقدس به ويغتسلون في مياهه لاعتقادهم بأن هناك قوة خارقة تؤثر على الشخص الذي يمر به. وبالإضافة إلى ذلك كانوا يتبعون عادات غريبة، حيث كانوا يبتلعون حصاة صغيرة من أحجار واديهم ويستخدمون أعشابه في علاج الأمراض وتحسين الجمال. وكانوا يعتقدون أن هذه الطقوس تحميهم من الأعداء وتجلب لهم الحظ وتعزز قوة جهاز المناعة. وتميزوا أيضاً في فن طب الأعشاب، خاصة في تحقيق بشرة صافية وفقدان الوزن وعلاج مشاكل الدم والجهاز الهضمي باستخدام جذور نباتات توجد في غابات وجبال الإنديز. ويضاف إلى ذلك أنهم أظهروا تقديسهم لآلهتهم من خلال مجموعة متنوعة من الطقوس، بما في ذلك الصلوات والصيام وكذلك التضحية بالحيوانات. ولكن الأمور أخذت طريق أكثر جدية عندما كانوا يمارسون التضحية بالبشر، خاصة بالأطفال والمراهقين. واكتشف علماء الآثار في عام 1999 ثلاثة مومياوات لأطفال تم التضحية بهم في ضريح قرب قمة بركان في الأرجنتين. ويظهر البحث أن الفتاة المراهقة المعروفة اليوم بالعذراء كانت التضحية الرئيسية، بجانب فتاة أخرى وصبي. وكان الأطفال الثلاثة يتناولون حمية غنية بالذرة ولحم اللاما المجفف، وكانوا قد تم تغذيرهم باستخدام أوراق الكوكا والكحول. وفي ثقافة تلك الحضارة كان يتزوج الشبان عادة في سن مبكر بين 15 و20 عاما. واللافت هو أن الزواج لا يتم باختيار الزوج، بل يقوم أفراد العائلة أو الزعماء أو مالك الأراضي باختيار الزوجة له. وكان المقياس الرئيسي في عملية الزواج هو التكاثر العددي، حيث يعتبرون ذلك ضرورياً للحصول على يد العون في الحياة الصعبة في الجبال. ويقدم الزوج غالباً الذهب أو الأحجار الكريمة كهدايا لعائلة العروس، بينما يقوم أهل العروس بتقديم ملابس صوفية فاخرة وحبوب مخزنة. وكانت المرأة تلعب دوراً أساسياً في حياة الإنكا، حيث أنها تشارك الرجل يداً بيد في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الزراعة ورعاية حيوان الألباكا الذي يشبه الخراف، وكذلك تربية الأبناء. وبالرغم من ذلك فإن السيادة المطلقة تظل في يد الرجل. وعندما يشعر شخص أنه قريب من الموت في ثقافة تلك الحضارة، يقوم بالتحضير بشكل خاص وفقاً لعادات يشرف عليها الشامان بشكل عام، حيث يعين الشخص مكان دفنه ويحدد الأغراض التي ستكون معه ويتم تحنيطه مؤقتاً. ويعتقدون وفقاً للخرافات السائدة أن الإنسان يقضي 3 أيام فقط كميت قبل أن يعود إلى الحياة بشكل جديد بعد الموت. وتحنيط الجثث كان جزءاً أساسياً من تقاليد الدفن في إمبراطورية الإنكا حتى بالنسبة للشعب العادي. وبعد الغزو الإسباني قام رجل من جبال الأنديز يدعى جوامان بوما بنشر سجلات تاريخية، حيث وصف نوفمبر بأنه شهر حمل الموتى. ففي هذا الشهر يسعى الناس لتقديم العناية والتغذية لمومياوات أجدادهم. وفي شهر نوفمبر، والذي يسمى بشهر حمل الموتى،
يخرج الناس الموتى من مخازنهم المعروفة باسم البوكولو، ويقدمون لهم الطعام والشراب، ويلبسونهم أفضل الملابس التي يملكونها، ويشاركون الموتى في الغناء والرقص، ويقومون بمرافقتهم أثناء سيرهم من منزل إلى منزل عبر الطرقات والساحات. وتعتبر الذرة واللحم من الأطعمة المميزة للنخبة في ثقافة الإنكا. بالإضافة إلى ذلك، كانت البطاطا الحلوة والكينوا والفلفل الحار جزءاً من الحمية الغذائية لهم، وكانت الإمبراطورية توفر الطعام للسكان كجزء من نظام العمل الإجباري خلال فترة معينة من السنة، حيث كان ذلك يساهم في تلبية احتياجاتهم الغذائية. وتحدث ماك إيوان عن استثناءات قليلة، ولكنه يشير إلى أمر غير مألوف في اقتصاد الإمبراطورية، وهو عدم وجود نظام سوق ونقود، ولم يكن هناك باعة بشكل عام، وكان كل مواطن يحصل على احتياجاته الأساسية من مخازن المدينة، بما في ذلك الطعام والأدوات والمواد الخام والملابس، ولم يكن عليهم دفع ثمن لشراء أي شيء، ولم تكن هناك محلات أو أسواق. ونتيجة لعدم وجود هذه المؤسسات، كانت هناك عدم حاجة لاستخدام العملة التقليدية أو وجود نظام نقدي تقليدي. كما إن إنجازات تلك المملكة في إنشائها لأهرامات حجرية مدرجة ضخمة أدهشت باحثي الحضارات القديمة، وذلك نظراً لأنهم لم يقلدوا حضارات القرى القريبة منهم، وأثارت الثقافة الفريدة لهذه الحضارة اهتمام العديد من العلماء، حيث كانوا يقومون بجلب الأحجار الضخمة من الجبال البعيدة إلى أواسط الغابات، واستخدموا تقنيات هندسية دقيقة في بناء هذه الهياكل الضخمة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الحضارة غنية بالموارد، حيث تداول الناس الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة بأسلوب المقايضة، كما كانت تتمتع بثروات زراعية كبيرة، وتلك الثروات جعلتها محط أنظار المستعمرين الإسبان والبرتغال، الذين نهبوا ثرواتها بطرق غير إنسانية. وهذا النهب والتعرض لثقافة الإنكا هو جزء من تاريخ الاستعمار، والذي لا يزال يؤثر على العديد من الثقافات والدول حول العالم. وحتى يومنا هذا، تظل محاولات الاستحواذ على ثروات الدول والحضارات مستمرة بأساليب متنوعة، كما أن الآثار التي تعكس أصل حضارة الإنكا تعرضت لدمار كبير بسبب الزلازل التي ضربت المنطقة، سواء في الداخل أو على السواحل. والعديد من هذه الآثار تم تغطيتها بمياه المحيط الهادئ، وتطالب عدة منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة ودول أخرى بحملات دولية لترميم وإعادة تأهيل تلك الآثار الرائعة. وهذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للشعوب، وزيادة التوعية حول أهمية الحفاظ على الآثار القديمة. وفي الختام، تتميز تلك الحضارة بتفردها وتميزها، حيث خلقت تراثاً ثقافياً ملهماً ويثير الفضول والإعجاب، بدءاً من تقنيات الهندسة الرائعة في بناء هياكلهم الحجرية إلى نظامهم الاقتصادي الفريد، والذي اعتمد على توزيع الموارد بدون نظام سوق. وقدمت تلك الإمبراطورية مظاهراً ملهمة للعديد من الباحثين والمستكشفين، وتعد طقوسهم الدينية والتضحيات التي قدموها، بما في ذلك التضحية بالبشر، موضوعاً يشغل الأذهان ويثير الاستفسارات حول معتقداتهم وقيمهم الثقافية. كما تظهر الآثار الفنية والزخارف الفاخرة على معابدهم، والمعبد المدرج الضخم كفن معماري يروي قصة غنية عن عظمة حضارتهم. وعلى الرغم من الأحداث التاريخية التي أثرت سلباً على الإنكا، مثل غزو المستعمرين الإسبان، سيظل إرثهم الثقافي حياً من خلال ما تبقى من أثارهم وتأثيرهم على التاريخ العالمي. وتحديات الحفاظ على هذا التراث ستظل مستمرة، والدعوة للترميم والحفاظ على الآثار يشكل جزءاً حيوياً من هذا الجهد. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا حول حضارة الإنكا، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالرحلة معنا، ونحن دائماً هنا لنشارككم أحداثاً مثيرة
وتاريخاً غنياً، فلا تفوتوا فرصة متابعة كل جديد. فقط قوموا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في وثائقي آخر.